وصل عندي بخير وعلى خير ولا دابا غادي عنده غادي انا والسيد هذا والسيد هذا هاي هاي خير خير اليوم النهار ديال لاروشارج اخيرا وفي نفس الوقت كيكون الماء ناقص بزاف ماشي ناقص كيكون عندك على حساب كل واحد والكور ديالو كاين اللي كيخدم بيطرو كل ما في النهار كاين اللي كيخدم بالصيدر المهم انا غادي نخدم بيطرو كل ما في النهار وغادي نحبسو مع الربعة العشية اشوف واش خاوش هضر عليا على العشرة هكدا وكاين واحسن من هاد الشيء هاوي ونساو عاد جا لا زد دراري المهم دابا غنمشيو عليه نمشيو ونصيفطو لا مازال ومن بعد غنشوفو شنو غنديرو باش نمشيو ان شاء الله شدو الطريق هذا قال لي تو ما كتعرفش ها اناناس ام راس زيت كذا هو يونس تو كيتقطع كنت كينزا اخويا بالملوي ومن حقك اخويا هو انا هذا هو الفطور شو انا راه وليت مراكش اخوزري يعني اخوزري المهم غادي كنتمشى يلاه فطرت تلاقيت بهذا السيد هذا حتى هو ابوني لقيز اخويا لقيز الله يحفظك انا جيت المفاجاه الاولى هو انا غادي ناخذ دابا بيك ماك وغادي نمشي باش الطريق حتى نوصل لاسفي عاد نشوف شنو غادي ناخذ انا يلاه خرجت من ماكدو دابا خديت بيك ماك غادي ناخذو ماشي دابا وانا غادي انا ويونس غادي نمشيو دابا ان شاء الله باش نشدو الكار ونمشيو لاسفي ونطلعو في اسفي دابا في الكار عرفتي انا شحال هادي مركبش في الكار حتى يونس ياك شي 7 سنين ياك اخي يونس وكثر كاع يلا والمكان المناسب هادشي زوين اخويا يونس والله الا زوين في الله جديد والله الا عندنا وحق الله الا عندنا يونس شرفنا اخويا يونس في الطريق الله يشرفنا المهم حنا غادي نريحو دابا فشي قنت ونحركو التليفون دابا عندي روبا ديالي حاطه هنا وجد انا اي حاجه وصلنا للطير وصلنا لديك في كاين شي شويه قناه السيد هذا في لا ريسبسيون الله يحفظك هذا لوطيل ديال اسيف مرحبا بكم الدراري تي اللي جيتو الاسفي سولوا على الدري شنو سميتك اخو محمد اخو الله يحفظك اخو المهم دابا غادي نطلعوا شويه نرتاحوا ومن بعد نطلعوا
كيف العاده انا كنتسالى في الناس فين تطلع من الدري هذا واش كاين جينز لاز الدراري واش كلشي انا ونوس كاينين في طاكو اللي كاين ديال اسي ولدك شوف الدري شنو كياكل شنو حتى انا يا راه مازال ليا ربا ربا حتى الدراري حتى انا خديت واحد طاكو وكيمشي بحال يونس بس ها مشيت وي تا اول الثانيه هي كيما كتشوف خديت الصباح خاك ليش بزاف ما يمكنش واش الدراري وصف لا فامي مرحبا مرحبا بك خويا في اسفي من اسفي الدراري من اسفي جيم جيم الدراري جيم لا تسيد هذا سبسكرايب ما تنساوش جيز جيز الدراري جيز يا خويا الله يحفظك يلاه تهلا الله عليكم الله يحفظك العشرين سلام دراري الجينز اخويا الجينز تلاقنا معاه في اسفي بارازار هادي زين لازم دراري على فام جد عند جينزا وان شاء الله نجيبوها خير الله يجيب تيسير الله يعين الله يحفظك الله يسير واش الدراري انا في اسفي سوفيال بيكا اما الناس هما يدخلوا الناس ديال القنيطره مرحبا عادشي شنو راني مريجيم يا خويا كدا العذاب شو وجهي كدا يا راه لا باينه باينه خويا المهم الدراري ما نساوش ابونوا الدراري هذا غادي تلقاو اللين ديال ديالو في الديسكريبسيون الباج ديالو يتوب عليكم باش نخوت فيتنس اوفيسيال ماروك الدراري هاد خونا راه عنده ما يقول سهيل حتى هو راه عنده ما يقول وما كاين غير الجيز اخويا الجيز هاد الدراري عاشقني بزاف شفت الحامض المهم انا هاك السكان ضاف اس بي تنطلعيش بيه الدراري ديال اس بي العمر هذا ماشي غير هاد السيد هذا كاع تنطلعيش بيه قبل ما نروح كاع الناس ديال الجيز مرحبا بهم انا في اس بي فرين او ما بيبين معانا واش الدراري الجيم واش الدراري كيشي جيمز لاس لاس شكرا بزاف الدراري ما شنقول لكم الدراري ديال اسفي ضريفين بزاف لواحد الدرجه ما يمكنش كي سيبورتيو بنادم اول حاجه وثاني حاجه الدراري عامر ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله التوفيق ان شاء الله غادي نلقاو نطلعوا في مقا ان شاء الله ضروري لاس تصلاو الدراري لا فامي دابا جا عندي عبد الله المهم غادي نهبط عندو دابا باش نريحو نتلفو شويه الجو ديال الريجيم غادي نمشي انا ويونس المهم نتلاقاو من بعد دابا الروبا اللي غادي نهز معايا كاين الخس كاين الفلفله كاين لاجند وكاين بصله
كي الحامض اخويا كما قلت لكم هو عبد الله هنايا واش الدراري هو حمزه الدراري مشى شي شي مع المشاه عارفين عارف لي كاين ماك عبد الله خويا غدا عندي اللعب وحدك الطاسه ماك فيك تفقشيش غادي نمشيو غادي ندورو شي شويه وغادي شوفوا كاين شي لعيبات هنا اكتشفوها بعد الدراري السيد اللي شوري كفته الله عمر هذا والله الا درويش والله يا العفريت كضحك المهم هادشي اللي كاين وتعاود ان شاء الله في كومبيتيسيون نمشي للدار دابا غندوش ارتاح شي شويه وغنعس المهم نتمنى الفلوق ديال اليوم يكون عجبكم وما تنساوش بارطاجيو مع صحابكم وتلقاو الفلوق الجاي صباح الخير لا فامي المهم يلا فخ يلا فخ دابا عبد الله دابا ما يزول هذا خي عبد الله بديتني هاني غادي نبدا في لاروش على 6:30 الدراري بطاطا حلوه هي واش كنبدا لا راه خلاص تخلصوا لهم دوك انا دابا مع عبد الله والسبونسر ديالو زوينان سبونسر ما تيفهم والو هادشي ماشي مشكل المهم هو عبد الله شنو كمالو شو ها شحت شحت وي السيد هذا الله ياخذ فيه الحق راه شوف واش كيدير قدامنا الكيز والكيز وكيحترم الناس ولكن سواق واعر شيفر واعر دابا ان شاء الله غادي نمشيو للميزان ان شاء الله ما يكون غير خير ستيتو انايا دابا فطر الشباب غادي ندخل نشوف الميزان كلشي شوف شي كيشوف جاي العزة كيراه مزيان أنا دابا زعما بطل كواليس هذا هو رشيد زعبول كتعرفو 17-78 كيلو هو هذا رشيد لا رشيد هو وجهو مسكين تصور داخل اليوم زيد اخويا قدام طلع لك الشمس شحال من الشمس الدراري هو انا مهدي ان شاء الله يكون الله في هذا السيد راه انا نحس ان شاء الله فيك وشكرا بزاف اخي مهدي تابعوه راه ان شاء الله يكون ان شاء الله غنديروها غنديروها اشرف دادو 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 Tiula! Tiula!
خوزري مروح شعبان وصلني عنده السيرو اه يا خوزري بارك الله عليك الله يحفظك الله جي انا في المغرب في العالم العربي الله يحفظك ان شاء الله الله يحفظك سوبر ماريو جاي جاي باش نبدا واحد طبل بايس اه ويش صاج النبي واحد من غير هذا لا روشارج بصحة ترى انا حداقة مغطاة اللي كاينة في اسفي والعشرين كاملين هنايا واش الدراري جيز الدراري جيز واش الدراري فان معايا جا على ودي اليوم شوف اخوت خدمة ديالو وجاي خصيصا باش يشوفني ها هو شوف اخوت خليت الخدمة ديالي وما على باليش هاد الكومبيتيسيون ولا هادشي فهمتيني جاي على قبل سفيان باش نشوفو ضروري وغنزيد ما كاين كومبيتيسيون ما غنفرش فيها الو ماما طيبين لي ماما الله يعاونك اخويا الزين الله يعاونك خويا تبارك سلم ليا تاع السوايل وطوطورك الدراري كامل الله يعاونك خويا الو ماما جيبوها نجيبوها عزي عنده على الطريقة فين هو اللي ان شاء الله الله غيديها ان شاء الله
sound waves reaching the microphone are changed into impulses of electric current. No need to worry about your pre-recorded music tapes being accidentally. كنقول انا ماشي في نهاري كنقول انا ماشي في نهاري ولكن الحمد لله درت العاديه وكنتمنى الله يرحمك واش لا واش راك مازين حلو قديم وقال المهم الدراري احنا خرجنا دابا من القاعه الماتش داكشي سهله وسهله سفيان هو معايا كيعيش شويه عاد الدراري لحقاش ما قالوش ريزولطا كان النيفو شويه طالع هذا العام بزاف كاينين الدراري مزيانين حارو حدو قالوا لينا حتى نعيطوا لكم في التليفون باش عرفوا هذا الشيء راه الدار باش يختاروا ليكيب ناسيونال اللي غادي يمشي تلعب في بطوله افريقيا والبحر الابيض المتوسط نتمنوا من الله يكون خير الدراري ديال الزنقه وشو نقول لك الرياح عذبه قليله الهيج شوف الدراري من الصباح بنادم هو كيشي شي مازال اللي زابط خمس تبارك الله ما شاء الله قولوا تبارك الله ما شاء الله على ولدي البطل ديالي ماشي المغرب قلت برا ديالي البطل ديال ماما صورت هذا الدراري كنقول عندك شي بلوك فاميلا فاميلا تشكي تسمعني دابا جيهان عبد الله شنو كدير؟ شحال واحد سولني كتشوف خايف كتشوف خايف صورتيني عاقل صف Close till I get up. Time is barely on our side.